بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. سوف نرى اليوم يعني تنويه هكذا مهم، أو بعض المعلومات المهمة اللي ممكن أنت تحتاجها أثناء شرائك لبعض الأجهزة الإلكترونية مثل شاحن السامسونج. مشكلة شاحن السامسونج أو يعني السماعات الهايدفون أو أي جهاز آخر ممكن أنك أنت تشتريه. حنشوف اليوم بعض يعني الأمور التي تكون لكي تتمكن من معرفة الجهاز إذا كان أصلي أو حتى ذو جودة عالية أو لا. أولا، إذا أنت قمت راو باستخدام أي جهاز غير أصلي، خصوصا الشاحن سواء كان في اللابتوب أو في الهاتف، راح يضرب لك البطارية إذا كانت أصلية، وايضا راح ياثر لك على الاي سي الخاص بالشحن، يعني سوف يخرب منظومه الشحن بالكامل سواء في اللابتوب او في الهاتف. زائد انه ممكن يؤدي الى انفجار الوحده المركزيه اذا استخدمتها لفتره طويله وكانت الفولتيه الخاصه به غير مضبوطه. تمام، هكذا يعني يجب عليك انت انك تبتعد على هذه الأجهزة المقلدة، لأنها إذا اشتريتها راح تسترخص، يعني راح تلاقي نفسك في أنك فقدت الجهاز سواء كان لابتوب أو هاتف، لأن كما قلت لك راح ينضرب بالكامل ومش راح تقدر تعالجه. لذلك من الأفضل أنك أنت إذا كنت الآن تقوم باستخدام يعني جهاز شحن مقلد، عليك أن تتوقف مباشرة عليه وتروح، إذا كنت عامل هاتف يعني إذا كنت هاتف بنظام الأندرويد أو الآيفون، تروح منزل تطبيق بطارية كالبريشن، وتروح عامل يعني ابحث بس على البطارية كالبريشن، والخطوات يعني واضحة. مجرد أنك أنت تعمل لك كالبريشن أو إعادة تهيئة للهاتف الخاص بك وإعدادات البطارية إلى الإعدادات الأصلية، أو مثل صفتوير يعني البطارية. أما بالنسبة للحاسوب، إن شاء الله في درس ثاني سأريكم كيفية عملية يعني كالبريشن تامة للحاسوب. الآن هكذا الأمور واضحة. المهم، سوف ننتقل الآن على بركة الله لنرى بعض الأجهزة التي تكون يعني تكون مزيفة، كيف يمكنك تفريقها، مع العلم أن تفريقها يعني صعب شوية. المهم، في البداية إذا كنت أول مرة تشوفني، فقط اضغط هنا أسفل سوف تجد كلمة اشتراك، فقط اضغط على كلمة اشتراك، وادعمنا أيضا بلايك ومشاركة على جوجل بلس لكي يستفيد الجميع. تمام، بعد ذلك هذه هي صور يعني الأجهزة. مثلا لدينا هذا الجهاز الآن أوريجينال كوبي، يعني الأصلي والغير أصلي. أول نقطة تستطيع التفريق بها هي الأرجل هذه التي تدخل في الكهرباء. إذا أتيت إلى هنا سوف تجد يعني مثل يمكنك لمسها بظفرك، سوف تجدها يعني مثل الدرجة فيها، أو مثل يعني مقسومة إلى قسمين في الأسفل هنا. يمكنك يعني سوف أجرب أن أكبرها، لا أعلم إذا كانت واضحة أو لا. هنا عموما سوف تجد واحدة، إذا نزلت هكذا بإصبعك سوف تجد مثل الدرجة هكذا سوف توقفك، أو مثل مكان يعني هنا واضح حتى بالعين المجردة، أنها تتكون من طبقتين، من هنا طبقة ثم ستجد طبقة ثانية. أما الغير أصلي سوف تجده يعني كتلة واحدة، كتلة كاملة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني هو في الكتابة. إذا قلبت الشاحن سوف تجد الكتابة في الغير أصلي غامقة وعريضة يعني الأحرف، أما في الأصلي سوف تجدها باهتة أو هافتة اللون، وأيضا ستجدها رقيقة يعني نوعا ما. يجب عليك الانتباه. تمام، زائد أنك إذا نظرت إلى هنا سوف تجد أيضا الشعار الموجود هنا باهت اللون، بينما هو يكون هنا يكون يعني غميق اللون أو لونه داكن. تمام، الفرق الثالث وهو الغير أصلية، سوف تجد السنة الخاصة بالشحن طويلة، بينما الأصلية سوف تجدها قصيرة، زائد أن الغمق اللون هنا يكون باهت وهنا يكون هافت. هذه واضحة. أيضا في خلفية الشحن، إذا وجدت هذه الحزة يعني واضحة وبارزة من هنا، أيضا هذا يعني أن هذا الجهاز غير أصلي. أما إذا كان يحمل هذا الشكل فهو يعني جهاز أصلي. تمام، بالنسبة أيضا لبطارية الكاميرا، إذا وجدت عليها الكتابة ورمز الـ QRZ، هذا الرمز يعني الرمز البحري
رمز يعني الرمز الخاص بدخول هذه الشحنة، يعني من الرمز يعني الخاص بها التي يكون رمز تعريفي يعني الخاص بهذا المنتج اللي بهذه يعني الشركة معروفة من اللي صنعته، يحمل رقم كذا كذا، هذا يعني أن الجهاز أصلي. تمام. اللون أيضا خاص بالبطارية، الآن اللون إذا لاحظت هنا أهفت، وهنا أيضا في بطاريات يعني أيضا القديمة للهواتف، وأيضا حجم سلة المهملات في الغير أصلية يكون كبير، في الأصلية يكون صغير. أنت يمكنك أن توقف الفيديو يعني وترفع جودة الفيديو وتشوف بشكل أوضح. تمام. بالنسبة للهيدفون أيضا السماعات إذا كانت أصلية أو غير أصلية، تلاحظ هنا الخيط أو يعني السلك هنا سوف تجده ظهر يعني بهذه الكيفية، وهنا أيضا ستجد فيه اللون أسود من هنا، وأيضا سوف تجد فيه يعني عدة نقاط يمكنك تفريقها بسهولة. تمام. هذا هو يعني الأمر، وأيضا يجب عليك أن تبحث على رمز الـ QRID، تتأكد يعني من وجوده دائما. المهم، زائد أنك أنت أصلا حتسأل صاحب المحل، وحتروح لمحل دائما عندما تشتري هذه الأمور، لأنها قد تودي يعني بالحاسوب الخاص بك أو بالهاتف الخاص بك إلى الهاوية. لذلك يجب عليك أنك أنت لما حتشتري حتشوف يعني محل يكون كبير وعريق، وحتسأل يعني إذا كان هذه القطعة أصلية أو غير أصلية. إذا كانت غير أصلية أبدا، حتى وإن كان إن قال ليك يعني صاحب المحل، وهم يفعلوها يعني كثير، يقول لك إن هذا لا غير أصلي ولكن شغال وكلها تشتغل بيه وخذه وما فيش أي مشاكل، لا أنت ما تاخدش غير الأصلي، لأن حتى الفرق يعني بينهم ما هوش كبير. المهم، هذا هو الدرس. لا تنسى حبيبي دعمنا بلايك ومشاركة لكي يستفيد الجميع. سلام.